السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عنا حل اللي هو تبع الباب الثالث، توزيعات الاحتمالية، توزيع ذو الحدين. طبعا يعني هو سهل، ما فيه صعوبة ولا فيه تعقيد، بس أهم شيء عليك تحفظ الثلاث قوانين تبع اللي هو التوزيع، تبع الحاء سين، تبع الميو القيمة المتوقعة، وتبع التباين. طبعا والانحراف المعياري بيطلع لك من التباين. خلينا نبدأ الحل. أول شي لازم تعرفه وتكون حافظه بصم مثل اسمك، وما تنسى اللي هو القانون، قانون ذو الحدين. مباشرة أنت أول ما بتشوف قايل لك بالسؤال يتبع توزيع ذو الحدين، أول ما بتشوف كلمة ذو الحدين مباشرة حط القانون. توزيع ذو الحدين قانونه اكتب حاء سين تساوي نون قاف سين في لام والسين في واحدا ناقصا لام وسنون ناقصا سين. واكتب تحته كمان قانون القيمة المتوقعة ميو، عشان مباشرة تعوض، تساوي نون في لام. وكمان برضو كمان اكتب قانون اللي هو التباين، سيجما تربيع تساوي نون في لام في واحد ناقصا لام. تمام، يلا هلا بما انك جبت القانون كله وكتبته وسجلته، خلاص مباشرة طبق. اول شيء الخطوة اللي بعدها، كمان الخطوة الثانية اللي هي انك تطلع المعطيات. أول شيء ذو الحدين، تاني شيء إجا قال لك هون وكان حجم العينة 8، أعطاك نون. لو ما عطى، لو ما قال لك نون، قال لك بس حجم العينة، أنت لحالك تكتب نون. وعطاك وقوع الحدث اللي هو احتمال وقوع الحدث لا. تمام، إذا أنت عندك نون تساوي 8 ولام تساوي 0.3 وواحدا ناقصا لام تساوي 1 ناقص 0.3 وتساوي 0.7. اوكي، هاي اول مرحلة انك تطلع المعطيات وتكتب القانون. نظبط الجلسة بس. يلا طبق القانون. عم بيقول لك اول شيء هون اوجد ما يلي: احتمال س تساوي 2. تمام، ممتاز. انت بتكتب القانون ح س تساوي وخلص، وبتطبق، بتطبق القانون. نون كم؟ نون كم تساوي نون حجم العينة 8، وقاف قاف وسين قال لك سين تساوي 2، في لام كم قلنا لام اللي هي 0.3، أس سين كم سين 2، في واحدا ناقصا لام، طلعنا نحن واحدا ناقصا لام 0.7، أس نون ناقصا سين نون 8 ناقصا 2 يعني أس 6. يلا وين الآلة؟ يلا هلا الحد الأولاني نون قاف سين اللي هو نقص، هيك بنطلعه بالآلة الحاسبة. نون 8، بعدين بتحط شيفت من علامة اليساوي القسمة، بيطلع لك حرف سي، بعدين بتحط اللي هو كم سين 2 تساوي، طلع 28. اكتب 28 ضرب
إذا قلنا بوينت 3 تربيع تساوي 0.09 في 8 ناقص 2 6 0.7 إكس 6 في 0.1176. يلا عوض، تعال عوضهم. 28 ضرب 0.09 ضرب 0.1176، طلع الناتج 0.29. تساوي 0.29، هي ح 2. تمام. يلا هلا اللي بعده بيقول لك عندما ح س تساوي 0. يلا هاي الاولانيه، حط خط هيك. يلا بسم الله، ح 0 تساوي، خلاص هالمرة ما بدنا نكتب القانون مباشرة، بدنا نطبق خلاص بالآلة الحالية. يلا خلينا نكتب القانون. 8 قاف 0 في بوينت 3 أس 0 في بوينت 7 8 ناقص 0. يلا بالآلة الحاسبة مباشرة من عيدة. 8 شيفت علامة القسمة 0 تساوي 1، أي شيء أس 0 يساوي 1 في 0.3 0 يساوي 1 في 1 في 0.7 أس 8 0.057 تساوي. يلا هذا الحد أوجدناه، ضرب 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 1 0.057. اكتب الناتج هون، ح 0 تساوي 0.05 76. تمام. هلا نجي للمطلوب الثالث، عم بيقول لك اوجد القيمة المتوقعة. طبعا قانون القيمة المتوقعة هذا هو نون في لام ميو، بما انه نحن كتبنا تساوي نون كم تساوي حجم العينة 8 في لام كم تساوي في بوينت 3. يلا بالآلة الحاسبة 0.3 ضرب 8 2.4، هذا الميو. يلا التباين، تعال نجيب التباين له، اللي هو سيجما تربيع تساوي، شو هو قانون السيجما تربيع؟ اللي هو نون في لام في واحدا ناقصا لام، وتساوي بما ان نحن طلعنا نون في لام هي اللي هو هذا الحد اوجدناه اول شيء، خلاص انت كمل عليه. يعني عندك 2.4 في كم اللام نحن قيمتها عنا اياها 8، وجدناها هوني بوينت 7 في 0.7. يلا بالآلة الحاسبة 2.4 في 1.68، خلاص جدا جدا سهل مباشرة، تعويض مباشر. بس اهم شيء انت تكون حافظ القانون، تكتب القانون عندك بورقة خارجية، بعدين تطلع المعطيات، بعدين هذا الحد بالآلة الحاسبة بتطلع، والباقي خلاص مباشرة تعويض مباشر. طيب يلا تعال نجي على الحالة الثانية. اوكي، عم بيقول لك إذا كانت نسبة الإنتاج التالف في أحد المصانع هو 22%. تمام، هاي نسبة يعني احتمال، هذا لام، هذا الكلام يعني لام. 22% يعني 22 تقسيم 100، يعني 0.22.
عم بيقول لك سحبت عينة عشوائية، عينة عشوائية من 6 وحدات هذا نون تساوي 6. أوجد القيم التالية. يلا هالمرة عطانا كلام ما عطانا سين مباشرة، نحن بنسوي الكلام سين. يلا أول شي مثل ما قلنا بنكتب القانون، القوانين تبعيتنا، قانون ذي الحدين، ح س تساوي ن ق س ف ف ل س ف 1 ناقصا ل أس ن ن ناقصا س. الميو تساوي ن ف ل. قيمة متوقع السيجما تساوي، طبعا هون كمان طالب الانحراف المعياري طبعا، عفوا يلا بنحله بعدين هلا بنجيب بعد شوي مشان ما نشتت حالنا. سيجما تربيع تساوي نون في لام في 1 ناقصا لام. اوكي يلا وعطان وقال لي انه اللام تساوي 0.22 ونون تساوي 6 وواحدا ناقصا لام تساوي 1 ناقص 0.22 تساوي بالآلة الحاسبة 1 ناقص 0.22 0.78. يلا طبق تطبيق مباشر. اللي عم بيقول لك أول شي 1 احتمال وحدة تالفة، وحدة سين، واحدة سين واحد. إذا أول شي احتمال سين تساوي 1 تساوي طبق القانون. يلا نون قاف سين، أو عفوا خلاص مباشرة نطبق، طبق بالأرقام. نون إلنا 6 وسين إلنا 1 ضرب لام، كم قلنا لام؟ 0.22 أس سين اللي هي 1 ضرب 1 ناقصا لام، قلنا نحن إنه 1 ناقص لام تساوي 0.78 أس نون ناقصا لام اللي هي 6 ناقصا 1. يلا ح 1 تساوي بالآلة الحاسبة 6، شفت علامة القسمة 1 يساوي 6، اكتب هون 6 في 0.22 أس 1 اللي هي 0.22 ما راح تتغير، في 0.078 إكس واي إكس 5 أس 5. طلع هذا الرقم الطويل 0.2887. يلا كمل باقي في 0.22 في 6 طلع عندي الناتج 0.38 يساوي 0.38. هذا عندما احتمال ح س تساوي 1. يلا هلا عم بيقول لك احتمال عم بي 2 وحدتان تالفتان، يعني عندك هوني س 2. يلا مباشرة نطبق ح 2 تساوي 6 ق 2 في بوينت ا بوينت 22 اس 2 في بوينت 78 أس 6 ناقص 2. طبعا هاي كلها تعويضات مباشرة، هاي 6 اللي هي النون حجم العينة، وهي 2 اللي هي سين جبناها من الفرضية اليوم وحدتان تالفتان، هاي اللام بوينت 22 الاحتمال، وهي 2 هون كمان اللي هي سين، 1 ناقص لام اللي هو 1 ناقص بوينت 22 أس 6 ناقص. يلا طلع الناتج نغير لون شوي.
ستة اثنين تساوي 15. خلينا نطبق حد كامل مباشرة بس بأقواس. إذا قلنا ستة اثنين في افتح قوس تاني بوينت 22 أس 2 سكر القوس في 0. افتح قوس أول 0.78 أس 4. هذا الناتج 0.268 تساوي 0.268. أوكي يلا، هلا عم بيقول لك لا شيء من الوحدات تالفة، يعني ح عفوا يعني س تساوي صفر. برضو خلينا نطبق نفس الشيء، ح صفر تساوي ستة قاف صفر في 22 أس صفر في بوينت 78 أس ستة ناقص صفر تساوي. يلا عبي الخانات من جديد، افتح قوس حط ستة شفت علامة القسمة صفر سكر القوس في افتح قوس تاني بوينت 22 اس صفر سكر القوس في افتح قوس بوينت 78 اس ستة سكر القوس تساوي بوينت 22 51. يلا هاي صرنا مطلعين ثلاث صرنا مطلعين ثلاث مطالب، أربعة العينات كلها وحدات تالفة. طبعا العينات كم، نحن عندنا حجم العينة كامل، العينة بالسؤال كم قال لك عينة عشوائية حجمها ستة، يعني الستة كلهم خربانات، يعني س تساوي ستة، العينة كلها وحدات تالفة. هي خلصناها وهي خلصناها، ولا هي نخلص الرابع. العينات كلها وحدات تالفة، يعني نحن عندنا حجم العينة كامل ست وحدات، ن تساوي ستة، معناتها السين هون تساوي ستة. يلا طبق كمان، حط خط ح بستة تساوي ستة قاف ستة في بوينت 22 أس ستة في بوينت 78 أس ستة ناقصا ستة. يلا تساوي افتح قوس حط ستة ستة سكر القوس في افتح قوس بوينت 22 أس ستة سكر القوس في بوينت 78 هو شي افتح قوس أس صفر. شوف كيف طلع الناتج، طلع عندي هون الناتج واحد بس، طلع عندي أس سالب.